أن نفتخر بنتائج انتخابات 8 مارس من شتنبر التي بوأتنا المركز الأول وطنياً، محطة اختار الشعب المغربي فيها حزبنا ليقود الحكومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عنوان مسار الثقة كان هو الطريق مسار الحزب ليصل إلى رئاسة الحكومة، الشيء الذي يؤكد بأن حزبنا سيبقى مستمرا في طريقه بالرغم من الظروف ورغم من الصعب ورغم من الضجيج الذي يحدثه البعض. أنا جد سعيد وممتن لهذه الوجوه النيرة التي نورت هذا المقام المبارك. هناك من أبدى خوفا كبيرا بأنهم غنفشلوا وغنجيبوا والو في طنجة، وبأن طنجة عندها الناس ديولها وراه ما حتى واحد غيبدلهم، وبقدرة قادر مجموعة ديال النخب اللي كتدعي محاربة الفساد وكانت تتهم بعض الأطراف بالترتيب فيها، داروا يدا في يد ما بقى لا فساد لا والو لمحاربة التجمع الوطني الأحرار. شنو هي الإضافة اللي بغينا نعطيو للسكينة على المستوى المحلي؟ اليوم حنا موجودين على مستوى رئاسة الحكومة، موجودين على مجموعة ديال الحقائب الوزارية، موجودين في مجموعة ديال المؤسسات المنتخبة محليا جهويا إقليميا. أيضا نحن القوة السياسية الأولى في البلد، مطالبين بإنتاج فكر سياسي وعلى الأقل نساهموا في التأطير السياسي للمرحلة المقبلة. وهذا ما كان يريده المواطن المغربي، أن نكون ذلك البديل الذي يأتي بالحلول، الذي يعالج الإشكاليات، الذي ينسينا فترة ربما قد تسرب فيها اليأس لعدد كبير من مواطنينا. السياق الإقليمي كيفما قلت، الحزب يعقد مؤتمره الإقليمي بعد النتائج الكبيرة جدا التي حصل عليها الحزب في الاستحقاقات السابقة، وهذه المحطة هي محطة تنظيمية بامتياز أولا للوقوف عند النتائج الكبيرة ولتقديم التقرير السياسي الذي قدمه الأخ المنسق الإقليمي، وأيضا لرسم المعالم المرحلة المقبلة ولتأسيس تعاقدات جديدة ما بين القيادة الإقليمية وما بين القواعد. طبعا المناسبة هي المؤتمر الوطني السابع المزمع عقده 4-5 مارس إن شاء الله، وأيضا السياق هو السياق الذي تعيشه بلادنا على المستوى التنظيمي الحزبي الداخلي وأيضا على المستوى الوطني لكي يلعب الحزب دوره كاملا في التأطير وفي المساهمة في النقاش العمومي، وأيضا في الوفاء بوعوده المتعلقة بتوسيع ورش الحماية الاجتماعية وأيضا تحفيز الشغل واندماج الشباب والفئات والقطاع الغير مهيكل في أفق إن شاء الله رسم معالم قوية لتنمية حقيقية. كلمة أخيرة ورسالة للمؤتمرين في المؤتمر الوطني المقبل. توفيق النجاح إن شاء الله. شكرا على الاستضافة. كما تبعتوا اليوم، يعني اليوم كان لقاء المهم والمؤتمر الوطني المؤتمر الإقليمي ديال التجمع الوطني الأحرار إقليم طنجة أصيلة. تبعتوا كلمة افتتاحية ديال كل قادة ديال الحزب أعضاء المكتب السياسي، بعد تفتح نقاش اللي هو كان جدي ونقاش مسؤول ومثمر، وكل أبدى يعني استعدادها لمرحلة جديدة ما بعد مرحلات اللي قطعها الحزب وأشواط يعني ما يفوق 14 سنين. اليوم الحزب كيبدل الهياكل ديالو، كيبدل كيجدد ذاته، ففي انتظارات كثيره اللي كتنتظرنا. اعتقد بان هذا ولا شفتوا العنوان هو الطريق نحو المؤتمر ان شاء الله ديال 4-5 مارس، ومؤتمر وطني واللي غيكون عنده يعني عاود استراتيجيه اخرى اللي كنتظروها كلها. يعني اليوم بعثات يعني بعض افكار من الاقاليم اللي غتجيب تجديد، يعني افكار جديده ومبتغى اخر لهذه المده ان شاء الله المفصليه اللي كتكون هنا نقود حكومه بجداره واستحقاق، واللي كل كينتظر منا الكثير. واعتقد بان نحن كنتحملوا مسؤوليه، وعلى الثقه علينا المسؤوليه هذه، المسؤوليه ان شاء الله غنكونوا عند حسن الظن الجميع. اعتقد بان هناك يعني منذ فتره ما يفوق يعني 5 سنوات من 2016 يعني، وعبد ربي شبر هذه المسؤوليه كمنسق ديال الاقليم. اعتقد كانت بدايه ماشي سهله، يعني بدايه كان هناك تغيير، وهذا هو اللي فهمنا، يعني كانت محطه مفصليه. قلنا بان شنو وقع للحزب، خصنا نشوفوا كيفاش يمكن نجدوا الهياكل ديالنا، كيفاش يمكن نجدوا المسار ديالنا، ويمكن كيفاش يمكن نلمحوا او يمكن كيفاش يمكن نوصلوا
باش نقودوا اما هذه المدينه واما هذه الجهه واما الى الحكومه. واعتقد بان الحمد لله كل التدبير اللي كان هو كان محكم ماشي بعبد ربي بوحدي ولكن جميع المناضلين جميع يعني الهيئات يعني الموازيه اللي تاقت في هذا المشروع الحزبي. وهذا المشروع هذا بدا كيتكرس بدا كيتنزل مع الديمقراطيه الحزبيه الداخليه واللي فتحنا افق جديده، فتحنا على الجميع، فتحنا على الاطر، فتحنا على كل مكونات المجتمع ديال 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 الاقليم. وهذا هو اللي سر النجاح. فمي كتفتح الجميع وكتكون هناك ديمقراطيه يعني داخليه وكذلك التجديد، وعملنا الثقه في الشباب. اليوم هما شباب يدبرون الشان المحلي، هنا شباب يدبرون الشان ديال المهنيين، هناك شباب يدبرون يعني عندهم مسؤوليه. اعتقد ان شاء الله احنا عندنا يعني من اليقين بان هاد الشباب غيكونوا عند حسن الظن المواطنين، حسن الظن الساكنه ديال طنجة اصيله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.